وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة ما زال الكلام قائم عن سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم. النهاردة معنا دعاء جميل جدا جدا بعنوان اللهم إنا نعوذ بك من كل حقد وحسد. نستعين بالله تبارك وتعالى قائلين اللهم إني أسألك البركة في بيتي وأولادي وأهلي وفي صحتي، اللهم احفظ علي ديني وصحتي وعافيتي، اللهم رضاك وجميل رزقك وعفوك، واحفظنا يا رب العالمين من كل حسد أو حقد، ونجنا من كل حاقد أو حاسد، واكفنا شر خلقك يا كريم إنك ولي ذلك والقادر عليه. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.